أهلا وسهلا بكم متابعي قناة وطن ديزاد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في موضوع جديد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر اليوم يخص النجم الجزائري رياض محرز، وهذا بعد انتقاله للعب في الدوري السعودي قادما من مانشستر سيتي، حيث صرح قائلا عن والدته والفقر الذي كان يعيش فيه هو وإخوانه عندما كان صغيرا، أن والدته هي من كانت الداعم الأول له بعد وفاة والده، حيث عملت كعاملة نظافة في البيوت عند الناس وكانت تفعل كل شيء من أجل أن نعيش، حيث كانت والدتي تعطيني النقود وكنت أعدها أن أصبح لاعبا محترفا وأرد لها الجميل، إلا أنها كانت تضحك دائما، وها أنا اليوم أتلقى راتبا أضعاف ما كنت أتحصل عليه في مانشستر سيتي بالعملة الجزائرية بمبلغ 600 مليار سنتيم سنويا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.